ثلاثة ولا جوج؟ كاين قسمة ديال إيكامبي، وكاين قسمة طول، وكاين قسمة العرض. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. واخويا اش نقول لك، بعدا اخويا هذا الطابور هذا حشومه عليك والله اخويا، راه حشومه والله. المسامحه عرفتي اخويا، والله الا علمتينا الصبر في هذا الطابور هذا. مزيان ما فيها والفقر بس. والفقر حتى هو ما فيها بس خويا. واخويا شوف، اللي مولا لا جيده يدافيه قسم والو. والله يا صاحبي تحمق، كما قالت هذه اللي فاتت، ونصيفطوا مع العيالات بالصنادل ماشي غير العيالات، لالاتهم المغربيه هكذا. اما هذيك المانيطه واكس بوكس وهذا، هذاك خلوهم يصابوا دفارهم. تحياتي فيكم. الله يحفظك يا مولاي، شكرا جزيلا، تهلا لي فراسك، راك كنحبك من كندا. تحياتي الناس كندا اخي، شكرا بزاف. الله يحفظك يا مولاي، الله يسلمك. تحياتي اخويا. السلام عليكم. اختي المغربيه الامازيغيه السوسيه، مرحبا لاله. ميكرو. واختي. السلام عليكم. تحياتي. السلام عليكم. وعليكم السلام اختي. من زكي نعرضوا على رسالي. الله يحفظك اختي، الله يحفظك. الحمد لله، الله يحفظك. الحمد لله. مرحبا. تفضلي. قسامة أوريلا، أوريلا وانو قسامة. واش أوريلا ولا أوريلا؟ أوه أوريلا. أوريلا الحال بحال. أوريلا. قولي عليهم، شوفي قولي عليهم بالسوسية عاوتاني. قسما أوريلا قسما أوريلا أوريلا وانو قسما. أنا أصلي من أسا الزاق وسوسية من أكادير. أنت من أسا ولا من الزاق؟ من أسا. من أسا داكور. المهم راهي من الصحراوة، ما بعيداش بزاف. والله ايوا شكرا رضوان، تيعجبني اللايف ديالك بزاف. الله يحفظك اختي، تبارك الله. تحياتي. شكرا. تحياتي. ها هي قالتها لك دي ميستوره، قالتها لك اصلها من اصا وهي سوسيه، قالت لك قسما اوريلا. نعاود نقولها لخويا دي ميستوره، قسما اوريلا بالامازيغيه. هلا زيد. ما لقيت لكم جهداني. بديش نقول لكم هاد المغاربه. اما هو اخويا رضوان لاباس. الله يحفظك حبيبي، تبارك الله عليك. انت الغزال وحق الله العظيم، الا مبرد لنا قلبنا مزيان. الله يحفظك حبيبي. لا ما نحتاجو كاع نهضرو حنا كاع. شوف ديك خلو قسامه ياك، هما راه دايرين اصلا دايرين قسامه تما. لا ماشي بوليزاريو، ما الصحراء الشرقيه ماشي دايرين قسامه. كاين مشكل نديرو قسامه ونجي نقسمو حتى حنا عاوتاني الصحراء الشرقيه. لا هما بغاو تحت، بغاو لا هما باغيين المحيط الاطلسي، هذيك هي اللي ما تكونش عندهم نهائيا. حيت راه النهار اللي قربوا الكركرات راه خلاو صنادل هما ومشاو. وي ما عطاو مع شويه شي مترو. لا والله ما يديها بالله. مترو والله، وحط رجلو تما بالله تيتشوى في بلاصتو بالله، وقلا ما عارفين شنو عندنا تما. وقيله حتى مترو ها؟ كون رؤوف شويه، كون رائع. لا والله ما يديها، هذيك شي قطره ديال البحر ما يوصلولهاش. الله يحفظك، تحياتي لك اخويا رضوان، تحياتي لك. تحياتي. لا دي ميستوره ما لقيت لك جهد اخويا. قول التبون ارد له ذوك الفليسات اللي عطاك شي فليسات. تا مترو والله لا خديتي. ما عندي ما ندير لك اخويا، ما عندي ما ندير لك. غير استقل، شتي دي ميستوره غير استقل، موالف يستقل اصلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كي داير اخويا رضوان لاباس عليك، كلشي بخير. واش اخويا الحمد لله. واش بغاو يقسموا اخويا هادو؟ واش بغاو يقسموا؟ ما بغاوش يقسموا، بغاو قسامه.
واش الصحراء حنا فيها وبنيناها وجالسين فيها والوثائق كلها ديالنا في الصحراء، اش غيقسموا فيها؟ حتى هنا جهه باغيين يقسموا بعدا لتحت لتحت، بغاو هما الطرف التحتاني، الطبقه التحتانيه اللي في الدروج. واش بغاو اللي فيها الحوت؟ ايوا الا بغاو الحوت راه بقاو في الزنقه، راه ما كاين لا حوت لا والو. كال تكال تكال الحوت اخويا، ما كاين لا حوت لا والو. الحوت راه مغربي وديما غيبقى مغربي، وديما الصحراء مغربيه. وعاش الملك والله يعاون العونات، ما كاين لا قسامه لا مصامه. تحياتي خويا، تحياتي ليك. الله يحفظك. غرب الله الحوت اللي كان قضيناه. السلام عليكم. اهلا جران تلم. هبط انت، ما غتاخذ والو، ما غنعطيوكش حتى سنتيم. هبط وسويفون. تحياتي، كنا باغي نعطيوك مترو ولكن ما تستاهلوش، حتى ذاك المترو ما تحلمش به. كنا ناويين نعطيوك على الاقل غا مترو، غا تشوف البحر. والله لا شتي ديك الموجة. يلاه. على هاد البسالة اللي فيك، والله لا شتي ديك الموجة، ولا طليتي على ذاك المحيط، والله تيدوز مايكا يجيب. السلام عليكم. السلام بلاتي اخويا، شتي مايكا يجيب قشلة عنده يدوزها من الداخله. والله انت بحال هذا النوع لا شاف ذاك الجهه. مرحبا خويا، مرحبا بك خويا. وكيدير السي رضوان لاباس عليك؟ حبيبي مرحبا بك خويا. ما سامحي لي وما خافتاش من كل شيء ديالنا. اللي قربي التشوى، اللي قربي التشوى، اللي قربي التشوى. غادي نديروا الحفل ديال الشواء لتحت في الصحراء ان شاء الله، اللي جا نعطيوه ياكل. تحياتي خويا، تحياتي. مرحبا. غرب الله الخوت، ما ندير لكم، الجزائر غير سمحوا لي، انا بغيت ندير معكم قاسامة، ولكن السلام عليكم. السلام عليكم. تحياتي خويا، تحياتي حبابي خويا. السلام ورحمة الله، لاباس عليك رضوان؟ لاباس خويا، مرحبا بك خويا، الله يحفظك. زيد فضلك، واش يدي ميستور هذا راه يربح لكم في العيب ولا كيفاه؟ يا خويا قالنا غنديرو قاسامان، انتوما الشمال وهما الجنوب، واش غنديرو؟ نقولوا له لا. هو واش قررتوا رضوان تقسموها معاهم كيفاش غديرو؟ ودابا الامم المتحده صاحبي هو راه مبعوث الامين العام للامم المتحده، نقولوا له حنا لا. قول لي كتسمعني اخويا؟ الغربيه راهي دخلت المجلس الامن رضوان. راني نسمع، قلت لك القضيه راهي دخلت المجلس الامن رضوان. دخلت صافي. راهي في مجلس الامن. ونهار دخلت. درك انتوما على بالك واش غديروا رضوان؟ انا نقول لك واش غديروا، انتوما رايحين تتهوروا. احنا ما في خبرناش، نهار وتدخلوا. ونهار دخلت. اسمع، وراح تدخلوا على البوليزاريو، راح تدخلوا على البوليزاريو. قول لي نهار اش دخلات بعدا؟ نهار اش شي راه جديد علينا المغاربه. بالك بالك نهار يصدر القرار، يعني يلزمكم باش تقسموا الصحراء في هذاك الوقت، وما راحين ان شاء الله تتهوروا وتصدموا على البوليزاريو. وراك شفت المقاومات، هذه مقاومه تاع الصحراء الغربيه راهي كيما حماس كيما لبنان، وانتم ما عندكمش القوه تاع اسرائيل سي رضوان. لا ما بحالناش، احنا ما بحالنا. وانت واش راح انت باش راح تقابل الشعب هذا اللي راه يتبع فيك المغربي نهار تخسروا الصحراء؟ كيفاش واش راح تقول لهم رضوان؟ واش راح تقول لهم؟ يعني انت معيشهم في الاوهام التيك توكيه هذه مده تاع عوام، ومن بعد تلقاهم داخلين في حيط جمله. كيفاش راح تقول للشعب هذا؟ والله تسكاب، والله تسكاب تكبوا في حيط. نقول لهم مشات اخوتي، مشات. مالا نقول لهم دوك رضوان بلي راهي مشات. ومشات انا والله غير مشات، والله مشات مشات. انا قلت لهم في الاول هما ما بغاوش يفهموا رضوان، انت كتعطل لهم هما ما يفهموش. مالوروزمون والله ما راهم يفهموا. قولها لهم انت، قولها لهاد المغاربه اللي تيسمعوك دابا، قول لهم راه الصحراء مشات مشات. لا لا ما يثيقونيش، يثيقوك انت. مشات اخوتي مشات. شي الا كانت غا الصحراء زيد لهم. هربت هربت زيد لهم رضوان، زيد لهم زيد لهم زيد لهم العيون. والله تهربت.
انا كنحلف بالله يلا هربات هاجيد اكثر من هادشي. ياسر ياسر لازم هما دركا يروحوا يديروا كما قال الاخر حل واحد اخر يروحوا يجيبوا سبته ويجيبوا مليليا خير من يزيدوا يروحوا لهم. ما يمكنش واش كاين شي حاجه كتبع كترجع هذيك بعناها بفيلو غنعاود نطلبوها واحد ما اللي تيتبع ما كيرجعش الله ربعت وفيلو صح ربي سهل ان شاء الله واش واش نقول لك ربي لكن بلاتي ماشي بجوج سبته مليليا بروتينات وكل يعطيوكم كش مع حاجه الكتريك رضوان واش تمدوا لهم انجا ها يا ربي سهل يا خا يا بطي يا تحياتي يا خويا ربي يا ربي صافينيش انا من الاخر طولوش الهضره خوت في الجزائر هكذا خصك تتعامل معاه. السلام عليكم. قول له الحقيقه ما تكذبش عليه. السلام عليكم. راري به. خويا رضوان. السلام عليكم خويا مرحبا. دائما كنهز القرعه ديال الماء نشرب كنطلع. سبحان الله العظيم. سبحانك يا عظيم اخويا. قاري فيا حسيفه. خويا كتهضر على قصمه ديال الصحراء الغربيه المغربيه ياك مزيان واخا بسم الله ارى لي يا خويا رضوان يلا بسم الله يفتح يرزق يفتح يرزق غادي نشوف اخويا التاريخ ماذا يقول وشنو قال سيدنا الحسن الثاني راه عاد كينغمني كنت نغم اخويا رضوان حيت كنسمع انا سيدنا الحسن الثاني رحمه الله عليه يا ربي ترحمها يا ربي الله يرحمها روح واخا سيدي غادي نشوف اخويا تقريبا واحد 30 ثانيه ولا بحال هكا غادي نشوفوا حسن الثاني رحمه الله لان انت قلت قصامه هكا ياك ماشي انا اللي قلت لهم ديري الصوره قال لنا غديروا قصامه هكا ياك اوريزونتالمون ياك مزيان يعني تقسيم افقي هادو 79 هادي وي هادي 79 هادو القبائل ديال اقليم الذهب هادي اكبر قبيله اللي هي معروفه بقبيله ولاد دليم غادي نشوفوا شنو كان كيعطيهم الحسن الثاني باش نعرفوا دوك الناس اللي راهم حاليا دابا تما بانهم احفاد هاد الناس شنو راه عندهم باش كيدافعوا على ديك البلاد التاريخي ودلالات الملك الام 60 عماس ديك الحسن الثاني طيب الله ثراه بتوزيع ها انت شوف ها انت سلاح على وفود القبائل في إشارة رمزية إلى استمرار الكفاح من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية واستتباب الأمن والأمان بالأقاليم المسترجعة. رعايا الأوفياء سكان إقليم وادي الدهب شعبي العزيز إننا منكم اليوم قد تلقينا البيعة وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وأغلى وديعة. هذه وحدة هذا الحسن الثاني الله يرحمه عطاهم السلاح دافعوا على ديك الأرض راها أرضنا ها واحد دابا هذا الشيء اللي كيهضر عليه الحسن الثاني الله يرحمه هو داك الطريف ديال الارض اللي قال لنا دي مستوره ديروا له قصامه برافو عليك صافي ها انت وصلت له والذهب قالنا يعني اقليم والذهب فوال هذا اقليم والذهب اللي هو قال لك قصامه نقسموا هذوك الناس قدموا البيعه للحسن الثاني الله الله يوليه برحمته لا يعني جددوا البيعه هما جديد البيعه لان اصلا هما بايعوا حيت غادي يقول لي شحال واحد كانت عند موريتانيا كانت تسيرها اداريا اما السياده كانت سياده مغربيه انتهى الامر باش ما نطولوش هذا جبد لي قسامه الله يرضي عليك قسامه شكون قسامه غير كتب قسامه انت غتكتب غير قسامه بلي اللي طرلات ياك اييه غا سا ما جي ا دبل اس ا ام ا اي باش نوري خوت في الجزائر غا سا ما اللي دوي عليه دي ميستوره كليكي عليه زوم هذيك اللي لابس لورانج هذيك هذاك كبر لي غا سا ما عجباتك لا كولور ديالو هنايا انا عارف كره علاش تقول هذا هو غا سا ما واخا بلاتي كليكي على غا سا ما شنو الخوت في الجزائر شكون هو قاسمة؟ هذا هو قاسمة على من تنهضر زومي عليه هذا هو قاسمة
وهاد قسم اخوتي في الجزائر هو اللي كان سبب فاش الجزائر ما لعبتش كاس العالم 2022، حيت هاد قسم اخواني الكرام هو اللي حكم المقابله ديال الكاميرون والجزائر، واللي تقصى فيها المنتخب الجزائري بجوج لواحد. نهار كان اي كامبي. دونك قسم هو هاد قسم هذا خويا رضوان، غادي نجبد لك واحد الفيديو، واحد الفيديو غادي بركة اش غتجبد اصاحبي على قسمة. بركة خويا، بركة واخ حباس، بركة خاوتي تصبحوا على خير. كيسيني واحد الماتش طويل ديال الكرة، تحياتي مش نلعب الماتش ديال الكرة. شكرا لمن كبس ومن دعم ومن بارتاجا، شكرا لاخواني كاملين، شكرا زغلول تبارك الله عليك. اللي ما طلعش الخوت غير يسمح ليا بزاف، سمحوا ليا بزاف، نمشي راه عندي واحد الحكم غيحكم ليا بحال قسامه. تشاو. واللي سميتو راجل يقرب، وما كاينش المشكل نفرقوها معاكم دنيا هانيه. تحياتي.